أنب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح المعرض البحريني المصري المشترك الأول الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. وبهذه المناسبة أعرب معاليه عن جزيل شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تفضل سموه برعاية هذا المعرض الذي يعكس ما يليه سموه من حرص على تعزيز وتنمية العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وذلك في إطار اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وأخوه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية على استثمار القواسم المشتركة والروابط التاريخية بين البلدين. وقال معاليه إنه من حسن الطالع أن ينعقد هذا المعرض بعد أيام قليلة من الزيارة الإيجابية والناجحة التي أجراها فخامة الرئيس المصري إلى البحرين، والتي جرى خلالها التأكيد على ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين من تطور ملحوظ وتطلع دائم نحو مواصلة التعاون الثنائي. ودعا معاليه إلى ضرورة تكثيف الجهود لاستكشاف مزيد من فرص التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري، فضلا عن التعريف بما تتيحه التشريعات والقوانين في كلا البلدين من تسهيلات لأصحاب الأعمال. كما حيا معاليه جهود غرفة تجارة وصناعة البحرين على جهودها في تفعيل مجالس الأعمال المشتركة، ومنها مجلس الأعمال البحريني المصري المشترك، وذلك من أجل تحقيق تطلعات ورؤى القيادتين الحكيمتين في الجانب التجاري والاستثماري. إلى ذلك أعرب سعادة السيد خالد عبد الرحمن المؤيد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن خالص الاعتزاز بالرعاية الكريمة من لدن سمو رئيس الوزراء الموقر لفعاليات المعرض، كما توجه بالشكر إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتفضل معاليه بافتتاح المعرض، مما يعكس اهتمام الحكومة الموقرة بدعم فعاليات القطاع الخاص واهتمام القيادة بتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. بدوره أشار سعادة المهندس محمد زكي السويدي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك ورئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن هذا المعرض يأتي بهدف بحث العديد من الفرص الاستثمارية بين البلدين الشقيقين وشرح كافة المزايا الموجودة في كلا الاقتصادين.